وللمزيد من تسليط الضوء على آخر التطورات في وسط ينضم إلينا عبر الهاتف حسين الطائي الناشط في تظاهرات ثورة تشرين. مرحبا بك معنا سيد حسين، ما هي آخر التطورات في الكويت لا سيما مع الهجمة التي تشنها القوات الحكومية والميليشيات اليوم على المتظاهرين؟ أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله مشاهديك الكرام. أخوان، التظاهرة اليوم كانت سلمية بحتة، كان المتظاهرين متواجدين في ساحة التظاهرات، وبعد استمر التظاهر إلى أن أتوا الطلاب. طبعا بالبداية الأمر طلعوا الطلاب بالصفوف المنتهية للمراحل الإعدادية، وكانوا تظاهراتهم سلمية وإجوا إلى ساحة الإفطام، لكن فوجئنا بالأمر أن قوات الشغب والقوات القمعية واجهتهم ومنعتهم من الوصول إلى ساحة التظاهرات. لكن بالرغم ذلك وصلوا إلى ساحة التظاهرات، ولا زالت التظاهرات مستمرة لحد هذه اللحظة، إلى أن توجهنا إلى 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 الجامعة وجوبهنا بالاعتقال هنالك، أيضا بمركز مدينة المحافظة في منطقة الهورة تحديدا. صارت أبدت مواجهات بيننا وبين قوات الشغب أو ما يسمى بقوات رد السريع السلطة القمعية، واجهتنا طبعا بالرصاص الحي، سقطوا من عندنا 2 شهداء، لكن لحد الآن ما جاي يعلنون بالمستشفى انه هم مستشهدين او لا، جاي يكتمون على الخبر يقولون انه ماكو شهداء بالعنايه المركزه، لكن اكو مصادر موجوده من داخل المستشفى اكدت لنا هذا الامر انه عندنا شهداء 2 واكثر من جريح، اكثر من 4 إلى 5 جرحى، طبعا خالتهم حالتهم خطره، ولحد الان اشتباكات متواصله طبعا في شارع الهوره. وهسه انا طبعا رجعت من ساحه الهوره بعد ما اختنقت بقاسم سيد الدموع الغاسل القاتل، طبعا جاي يلسوه في ساحه في شارع الهوره. نعم، هل نعم. هناك سيد حسين اطلاق رصاص حي بشكل مباشر؟ نعم، على المتظاهرين. نعم، شوفه صار رصاص الحي بمسدس عيار 9 ملم وايضا بكلاشينكوف وايضا بالبي كي سي، واثر ذلك الصوب واحد بالراس، جت الطلقه بالراس من الخلف والاخر بالرقبه، هذول الاثنين عندنا استشهدوا، وانا على يقين لان الاخبار اللي وصلتنا من داخل المستشفى تقول انه هذول الاثنين استشهدوا، لكن السلطات ما جاي تنعلن عنهم لحد هذه اللحظه، ولحد هذه اللحظه اكو اشتباكات مستمره، والشباب طالعين تظاهراتهم سلميه يطالبون بخروج السلطه الحاكمه وسقوط الاحزاب، ولا يرجعون الى منازلهم حتى اسقاط النظام الحالي بالكامل بكافه تفاصيله. نعم، هل برايك سيد حسين بانه بسبب زخم تظاهرات اليوم وخروج الطلاب وإضرابهم عن الدوام كان هو السبب في هذه الهجمة القمعية من قبل القوات الحكومية؟ نعم، بالتأكيد هنالك جندات كانت متواجدة هنا في ساحة التظاهر، هي اللي أبدت المساعدة للقوات الأمنية بعد ما اتفقوا على أنه يصير الدوام إجباري. طبعا أكو بعض الطلاب اليوم كانوا متواجدين وأبلغوني بشكل رسمي، قالوا انه جاي نتعرض الى ضغوطات من قبل مدراء المدارس ومدراء الكليات انه اما تداوم او يكون لك فصل مباشر، مع العلم انه الاعتصام المدني والتظاهرات يكفلها الدستور ويكفلها القانون دوليا ومحليا. رغم ذلك السلطات القمعيه جاي تقمع المتظاهرين وجاي تجبرهم بالاكراه، يعني قله بين قوسين اما انه تداوم واما انه افصلك من المدرسه. كذلك صارت عندنا وجبه اعتقالات، وهسه اجانا الخبر ايضا من داخل القياده تقول انه اكو معلومات تشير الى انه راح يوجهون من اليوم يبدون بالاعتقالات العشوائيه. نعم سيد حسين، خاصة للنشطاء الموجودين في ساحة التظاهر، يعني أنا واحد من الناس، أنا معرف في أي لحظة أعتقد. نعم سيد حسين، هناك دعوات شعبية في محافظة واسط لإقالة المحافظ عادل الزرقاني، هل يتهم المتظاهرون المحافظ بالتورط في أحداث العنف الأخيرة بحق المتظاهرين؟ نعم، بالتأكيد لا يخفى على الجميع أنه أكو هناك يد آثمة متمثلة بالمحافظ، إلى دور كبير أيضا بهذه الهجمة التي حصلت اليوم. ما إحنا الشارع الواسطي واعي جدا تماما، الأحداث عندها بشكل مكشوف أصبحت وعرفت من اللي جاي، وهذه الأيد الخبيثة عرفناها وشخصناها وعرفنا، وهسه لحد الآن إجانا أحد المتظاهرين جاي يبلغني يقول أنه 3 أيضا سقطوا هسه بالوقت الراهن، وأنا جاي أسولف وياه. نعم. اطلاق حي اليوم، اطلاق حي، كل حي قاموا يطلقون على المتظاهرين اطلاق حي، واكيد احنا نعرف حتى اكثر الموظفين الموجودين في دوائر الدوله، اكثر الموظفين الموجودين في دوائر الدوله جبروهم يقولون هم تداوم وهم انه تنفصل.
نعم. سيد حسين، المتظاهرون طالبوا بتدخل دولي لحمايتهم من القمع، هل تتوقعون استجابة من الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي؟ والله متأملين من منظمات المجتمع الدولي، من الأمم المتحدة أنه تتدخل، لأن الوضع أصبح لا يطاق على الساحة حقيقة، أصبح لا يطاق. قمع بالجملة، بمصطلحنا قمع بالجملة، جاي يقمعون بالمتظاهرين، يعني ما خلوا وسيلة ما اتخذوها ضد المتظاهرين، خاصة هاليومين هاي شهدت الساحة الواسطية، بالرغم أنه من بداية ثورة أكتوبر من يوم 25 لحد هذه اللحظة، لحد قبل أيام، ما بدر منها أي خروقات لله الحمد تحت التظاهرات في واسط إلا هاي اليومين أو الثلاث أيام السابقة، واليوم شهدت تصعيد مو طبيعي من قبل الحكومة القمعية. نعم. حسين الطائي الناشط في تظاهرات ثورة تشرين كان معنا من مدينة الكوت مركز محافظة واسط، وكما أكد لنا باستشهاد متظاهرين اثنين برصاص القوات الحكومية.